منورين والله، مع انكم اول مره تزورونا من ساعه ما اتجوزنا. بس ايه رايكم في الشقه؟ ما حصلتش. ها ما حصلتش، لفينا الدنيا لحد ما لقينا شقه في قلب اسكندريه. اصل مامي كانت دايما تقول لي يا مي لازم تبقى شقتك في وسط البلد عشان ابقى جنب ماما. عشان تبقى جنب ماما. بقول لك الشقه اللي جنبنا فاضيه، لو حابب انا ممكن اجيب لك خصم يجنن. وزي ما انت شايف الشقة بسم الله ما شاء الله، لو كمان ايه في قلب اسكندرية. اسحب سحاب ومية وفي الفرش ويزيد تجيب الأدب نحو الأدب تجيب الأدب. ما تعيش في الشارع وشقتك اختارها صح في كينج سيتي، أرقى كومباوند في الكينج اللي بيوفر لك الخدمات المتكاملة من حمام سباحة ومسجد وجيم ونادي اجتماعي وأمن وصيانة وجراج. كينج سيتي اختارها صح.